احنا كنا قاعدين عند رصيده في الشارع المقابل هذا اللي هان، وما سمعنا الا ايش الا انفجار. فعد اجرينا هان هرعنا المكان، لقينا القصف في وجهنا، لقينا الشهداء في الشوارع، ولقينا الناس هان الله يعين الناس اللي مقطعين والناس المصابين، الله يعين الناس. بس حاجات كبيره ما حد يعني فيها انه حدا مطلوب ولا حاجه، الحمد لله كلهم مدينين وكلهم بريئين، حسبي الله ونعم الوكيل.